2015 اتصلت هاتفيا بوزير النقل في شهر شباط، زين، قلت له راح يرجع الحظر على الخطوط الجوية مرة ثانية، قال لي لا مستحيل، قلت له راح نشوف. يوم 1/8/2015 عاد الحظر مجددا، ارتكبت الطيران المدني والخطوط الجوية ارتكبوا أكثر من 232 مخالفة من 2011 إلى 2015. زين، اكو ضوابط، يعني سلطة الطيران المدني المفروض تلتزم بنظام التدقيق الدولي اللي هو يسمونه اليوسوب، هذا المفروض تلتزم به وتدقق وتراقب شركات الطيران وتراقب المطارات، هذا في تخلف غير موجود عندنا. يعني رئيس سلطة ما يعرف، تجي كتب بالانجليزي ما يعرف يرد عليها، يعني هاي مأساة. فبدت تتراكم هاي التركة الثقيلة من 2015 الحظر لحد هذا اليوم ما رفع.